الصحف الأجنبية فورا بعد نهاية المباراة، موقع الفيفا وموقع الفيفا كله اتكلم. قول لنا المردود العالمي بفوز الأهلي بثلاثية العالم، ثالث العالم وبرونزية العالم للأندية. أول حاجة فوز النادي الأهلي النهاردة حديث العالم كله، حديث كل وسائل الإعلام العالمية، حديث كل الصحف العالمية، حديث كل المواقع العالمية، حديث كل وسائل الإعلام العالم، حديث الدنيا بحالها، الدنيا بحالها، الدنيا بحالها، الدنيا بحالها. والسبب هو أن هذا الإنجاز جاء بعد التغلب على بالميراس البرازيل، والسبب أيضا أن بطولة العالم للأندية يشارك فيها بطل أوروبا وهو نادي بايرن ميونخ، والسبب هي أنها إحدى بطولات الاتحاد الدولي الرسمية الرسمية لكرة القدم. انت عاوز تقول لي ايه؟ معالي اللواء علي ديب صديقنا العزيز قال انا صورته على النوير النهارده في الماتش، وصل لنص الملعب كالعاده يعني، ووصل النهارده حمد الشناوي برضه نص الملعب. ما بس سيبك من صائدنا في الماء العكر يعني، سيبك يا عم الناس. معالي اللواء علي الديب صديقنا العزيز بيرسل برقية تهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي. لواء علي الديب صديقنا المحترم، يعني هذا شعور نبيل منه وراجل محترم نقدره، بيحيي ويهنئ الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة وجماهير الأهلي العظيمة بفوزهم ببرونزية العالم. إيه تاني عندنا عبد الناصر؟ عندنا برضي عايزين نتكلم عن الطاهر محمد طاهر، وان الناس بتتكلم النهارده عن الطموح. طاهر عمل اسطر بالطموح والموضوع يعني، بيقول لك لما يكون الطموح موجوع هات له طاهر يعالجه يعني. بس انا عايز اقول لك على حاجه، النادي الاهلي عايش فرحه عالميه، من يرحل على النادي الاهلي هو الخاسر. والاستاذ عبد الناصر يقصد رمضان صبحي، رمضان صبحي خسر خساره فادحه، ربما فاز بمال، ربما حصل على ضعف راتبه في النادي الاهلي، لكنه خسر اعلانات، خسر انجازات، خسر ميداليه برونزيه في بطوله العالم، خسر ميداليه ذهبيه وبطوله افريقيا. اسمه سجل بطولاتك ايه؟ عملت ايه؟ سويت ايه؟ نجحت في ايه؟ كل ده خسره. هو حر في نفسه، هو في الاخر يعني يتخذ قراره وفق ما يراه. لكن خلينا نتكلم على طاهر محمد طاهر. والنهارده طاهر محمد طاهر بيجي من المقاولين العرب، يلعب اساسيا في النادي الاهلي ويلعب اساسيا في بطوله العالم، سبحان الله. فده دي ارزاق. ودي انت عندك، وده سؤال حلو، قول لنا كم واحد لاول مره يلعب كاس عالم ويخش ثالث عالم على طول؟ كلهم ما عدا، اقول لك يا سيدي، محمد الشناوي اول مره يلعب كاس عالم ثالث عالم، اول مره ثالث عالم. اول حاجه كل الفرقه، خلي قول وانا اقول لك مين ثالث عالم. و نبدا من خط الدفاع، بدر بنون ثالث عالم، بدر بنون ثالث عالم، ايمن اشرف ثالث عالم، ياسر ابراهيم ثالث عالم، محمد هاني ثالث عالم، عمرو السولية ثالث عالم، اكرم توفيق ثالث عالم، حمدي فتحي ثالث عالم، ديانج ثالث عالم، باجي تالت عالم. بدجي مين؟ بدجي راح أليو. لا لا أجاية زونيور أجاية تالت عالم. محمد أفشا. طاهر أفشا تالت عالم. واليا أفشا تالت عالم. مين تاني نزل؟ مروان محسن تالت عالم. كل الناس اللي كل الفرقة. مروان ما لعبش مع الأهلي قبل كده؟ حدش لعب، حدش من دول لعب مع الأهلي قبل كده غير سعد سمير. أيوه سعد سمير ووليد سليمان، بس هو القايمة ما فيهاش غير سعد سمير بس. طيب. كان بيلعب جنب وائل جمعة، عشان كده النهارده كان حلوة الإحصائية دي يعني. بدر بنون ده دخل التاريخ، أول مباراة جاب بطولة بطولة أفريقيا، وأول بطولة كأس مصر، أول مباراة في حياته مع الأهلي، لا كاس. الكأس أول مباراة لي في نهائي كأس مصر جاب بطولة، وبدر بنون أول كأس عالم ثالث عالم ميدالية. طيب سؤال مهم جدا الإعلام تجاهله، هل لديك معلومات كهربا والشحات لهم ميداليات أم خارج الفقاعة؟ ليهم ميداليات، لا ميداليات بتبقى عدد البعثة، لكن لازالت هيقابلوا بعثة النادي الأهلي بكرة، بس حرموا من إنه يتسلموها طبعا. لا هيتسلموها في الفندق، ما دخلوش الملعب، ممنوعين. وعلى فكرة حالة الاستياء والغضب دي رب ضر نافع، وهم زعلانين نفسهم. ما لازم يبقوا زعلانين، بس هم بيدوروا على الله. بس انت توقعتها، انت قلت الاثنين دول هيكونوا دافع ان الاهلي يفوز بالثلاثية، الاثنين دول ومعلول. وتوقعتها لما كنا هنا ليلة مواجهة بايرن ميونخ، وتاج بإذن الرحمن الاهلي كسبان وجمهوره فرحان بميداليا. هو علي معلول كان عايز، واحنا وانا قلت لك حاجه ثانيه، قلت لك ما ينفعش نيجي مع النادي الاهلي ونرجع زعلانين. بفضل الله، بفضل الله، بفضل الله، عمري ما رحت مع النادي الاهلي
اي رحله خارجيه الا لما رجع. بس ما اهميه البطوله دي انها منها بولة. منها في اليابان. ما انت رحت كاس العالم؟ رحت اليابان. ده كم كاس عالم للانديه ليك؟ ده الثاني. ده الثاني. انت رحت اليابان؟ رحت اليابان وهنا. كان قبلها اربعه في اليابان. انا ما كنتش بقدر اروح لان الجو كان متلج. المره دي بقى في المره اللي رحت فيها دي كان فيها كوكبه من الزملاء الصحفيين. كان سيف الوزيري بقى دلوقتي اللي مسك شركه استادات رئيس مجلس الاداره. كان هو المسؤول في شركه اتصالات. وكان في محمد حافظ واحمد حافظ واحمد كمال ومحمد سامي وسعيد عبده ومش فاكر كان اشرف مختار معاهم ولا لا. يعني عاوز اقول كان وبقى كوكبه من الصحفيين. كنت انا ومحمد نصر ساعتها مع كابتن مدحت شلبي فكنا بنغطي بكاميراتنا. انا عاشق لمهنتي لشغلي بحب اتواجد رغم سني ده. كان في قريب مره قريب كان في اجتماع اتحاد كوره فالشباب شافوني معدي. كنت رايح النادي الاهلي في لقاء كده مع كابتن محمود الخطيب والعميد محمد مرجان فقالوا ايه ده وانت لسه بتنزل تغطي؟ ده انت في سنك ده مفترض تقعد والناس تنزل. الصحفي خبر ولما يتواجد في موقع الحدث ده شغلك وده عملك وده اللي عملك. ده عملك اللي عملك. لكن انا بحب دايما ابقى موجود. بتشتغل ما بنكسفش من شغلنا لان ده العمل شرف والعمل امانه وعباده. والعمل بالنسبه لنا في مهنه الصحافه متعه لاي حد في مجاله. متعه كبيره جدا. يعني في صحفيين موظفين هم احرار والا ما كانش الواحد يقول على نفسه فواعلي اعلام ويبقى بيجري ورا الخبر ويعرف ايه اللي بيحصل وايه اللي بيجري وكلام بشكل ده. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله لحد اذان الفجر النهارده يعني ليله المباراه كنت بكلم احد المسؤولين في معسكر النادي الاهلي والجرس ضرب فبقول له في ايه جرس تليفون الارضي فقال لي هنقوم نصلي الفجر يا جماعه. استبشرته خيرا ما شاء الله. استبشرته خيرا لان اللي يبقى بيحافظ على صلاه الفجر كده بقى وبعدها بقى عمره مع رسول الله حتى الشروق ده موضوع تاني خالص 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 يعني. لكن عاوز اقول حاجه في نهايه اللايف. عندك حاجه ولا محمد هاني؟ ما انا قلت سؤال جاي لك محمد. لا محمد هاني هل في حد كان بيشوفه؟ والله كلام سمعناه اكيد. كما يقول لك الراجل بتاع بروسيا دورتموند كان في الملعب. والله كلام سمعناه لكن لم نلتقي مندوب بروسيا دورتموند ولم نتمكن من سؤال محمد هاني او اي مسؤول. بس النهارده نجم المباراه بلا منافس. محمد هاني نجم المباراه النهارده ونجم المباراه يوم مفهوم مباراه الاهلي وبايرن ميونخ ونجم البطوله بصراحه هو ايمن ومحمد الشناوي قبلهم وبدر بنون. شوف كل كورت ملقاط حاجه بيفود على اعلى مستوى راسياته ما شاء الله تبارك الله عليه. فبالتالي كل التحيه وكل التقدير لمحمد هاني ولفرقه النادي الاهلي. ويجب على مش عاوز اقول الذباب التلفزيوني. في حاجه يقول لك الذباب الالكتروني حد يقول لك الذباب التلفزيوني. الذباب التلفزيوني عليه ان يهدأ قليلا تجاه مستر بيتسو موسيماني. مش عارف انا هم ليه كارهين بيتسو موسيماني. لما بيغلط وارد انه يغلط بنلومه لكن مش باستمرار حطه تحت ستريس. انت عاوز ايه غير الانجازات والبطولات؟ الراجل ما خسرش بطوله من ساعه ما جه وفي بطوله عفو بطوله عالم وبتكسب بالميراس البرازيلي. ده انت لو هتجيبه يلعب ماتش عندك مش هتدفع له اقل من 2 مليون دولار 3 مليون دولار مع تحمل نفقات الاقامه والسفر وبتاع. دخلت لك في 5 مليون دولار انك انت بتجيب بطل امريكا الجنوبيه. ايه تاني يا سامص؟ بس اللي قال ان الكابتن رضا سيكا غلط دلوقتي الاعداد عندي وحد من اصدقائنا قال لي من 4 ايام طلع مع مي حلمي والراجل ما غلطش لان دايما احنا بنقع في الفخ ده. بيتكلم على الصحفيين وقال اسمي. قال لا عاجبك اللي بيعمله عبد الناصر زيدان؟ فكابتن رضا انت حبيبي ويا ما جبت لنا بدل من تركيا وانت ابو الشياكه وابو النزاهه وبتربطنا بيك وباسرتك علاقه طيبه فما حدش هيوقع بيننا وقول اللي انت عايزه. انا شخصيا مسامحك يا عم اللي يعجبه عبد الناصر ولا اللي ما يعجبهوش. انت لو محدش بيكبر حد على بص خلي بالك من حاجه يا رضا حبوب يا ابو انا محمد. عارف طبعا عارف كابتن رضا طبعا ولا يمكن ان انا اغلط فيه ويا عم له كل التقدير وكل الاحترام ولن ارد عليه الناس خالص كلها. وبالمناسبه حتى النهارده احد الاصدقاء كلمني بيقول لي مهيب عبد الهادي وصديقكم وكلام من ده حاجه بالشكل ده. ما انت لما تحب واحد توجهه ولما تحب واحد تشاور له على خطا ولما تحب واحد تقول له خلي بالك بقى احنا زهقنا منك صلح اللي عندك ده صلح اللي عندك ده صلح اللي عندك ده. ما ينفعش احنا مساندين على طول لابراهيم عبد الهادي بس ماشي بس لما نشوف غلط بنشاور لك عليه وماشي ولما بنشوف عدم تقدير منك ماشي بالحياه وان واي خلاص. ايه سؤال تاني خلاص طالما انت جبت ماشي بالحياه وان واي نقفل خلاص. برضي ارجع تاني ويبدو ان المثل ده رساله المهيب عبد الهادي. يبدو ان المثل ده شغاله على طول اليومين دول.
من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه. في الجزء التاني ما بقولهوش للحبايب، بس بقوله للي ممكن يتقلبوا من حبايب لحاجة تانية. ومن كرهنا كرهناه يحرم علينا ناصر اجتماعه. الموضوع مش مستاهل انك انت تقول كده. لو ماله الموضوع احنا بنتكلم بكل احترام وكل تقدير لهو زميل عزيز وفاضل، لو منا كل احترام وكل التقدير. دمتم في امان الله وتصبحوا. وتحية لرضا سيكا، وشكرا يا كابتن رضا على كل الكلام اللي قلته. لك مني كل التحية والتقدير. تصبحون على الف مبروك للأهلي. مش عارف بقى نطلع بكره ولا نريح لحد ما نوصل صباح المونديال. لا ما نطلعش، راجعين راجعين باذن الله يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله. وكل التحيه وكل عندما التغيير. يكون هناك جديد هنطلع ان شاء الله باذن الله. دمتم كان لازم من الدردشه دي بعد المباراه، دردشه عقلانيه وبعد الفوز وتشوشرت ودوشه المباراه كان لازم نلتقيكم. شكرا للاستاذ ابو المعاطي زكي، وشكرا للاستاذ عبد الناصر. السلام عليكم. دمتم في امان الله. السلام عليكم.